دعونا ننتقل على أرض الواقع ونشاهد ماذا يحدث في شمال سيناء في ثاني أيام الاستحقاق الانتخابي الانتخابات الرئاسية 2024 من خلال مراسلنا كريم بيبرس. كريم، صباح الخير. صباح الخير، وصباح الخير على جميع مشاهدينا وعلى كل المصريين. ماذا لديك في ثاني أيام الانتخابات الرئاسية؟ بالفعل هو اليوم الثاني للاستحقاق الانتخابي الرئاسي 2024. ربما كنا نتحدث الأمس من داخل مدينة العريش، قسم ثاني مدينة العريش، وهذه داخل السوق، حيث كان هناك الإقبال من الرجال والسيدات على مدار اليوم من 9 صباحا وحتى 9 مساء. هنا نحن الآن اليوم في مكان آخر في العريش وقسم ثالث العريش، نتحدث أيضا عن إحدى اللجان من خلفي الآن التي فتحت أبوابها بالفعل منذ 9 صباحا وتستمر حتى 9 مساء. يعني تحدثنا مع القاضي المسؤول عن هذه اللجنة وقال لنا أن الإقبال بالأمس كان في الليل، أي بعد 8 مساء تقريبا، من خلال 8 للتاسع قبل إغلاق بوابة اللجنة أو طبعا إغلاق النهائي لي اليوم الأول، كان هناك الإقبال كثيف بعد الساعة 8 وحتى الساعة 9. نحن الآن أيضا منذ صباح اليوم يصطف المنتخبون هنا أمام البوابة الرئيسية لهذا المقر الانتخابي. نتحدث بالطبع هنا عن يعني 6 مراكز مختلفين بإحدى 10 دائرة انتخابية. هذه يعني ربما المراكز يعني لها طابع خاص. لماذا لها طابع خاص؟ لأنها محافظة حدودية، ودائما ما نحن نعلم عن محافظة شمال سيناء أنها يعني أكثر للقبائل وعواقل الشيوخ الخاصة بالقبائل، لذلك التحرك دائما يكون من خلال العواقل وشيوخ القبائل الذين يعني يساعدون المواطنين ويوجهوهم وأيضا يؤكدوا لهم أهمية هذا الاستحقاق الانتخابي. كنت أيضا في حديث مع الأهالي بالأمس واليوم، مع سواء كانوا الرجال أم السيدات أو حتى الأطفال الصغار، وسألتهم عن رأيهم في هذا الاستحقاق، خصوصا أنه اليوم أو هذه المرة الأولى بعد القضاء على الإرهاب منذ 2018 كان الاستحقاق الانتخابي أيضا هنا في العريش والشيخ زويد ورفح، كنت قد حضرته أنا، وكنا هناك الفرق الكبير بين التأمينات في ذلك الوقت في وقت الإرهاب وبداية العملية الشاملة سيناء 2018، واليوم اختلفت الرؤية تماما، حيث هذه الفرق في القضاء على الإرهاب، التنمية في مختلف القطاعات، وهذا بشهادة في حقيقة الأمر أهالي شمال سيناء هذا بألسنهم، لذلك هم جاءوا ليؤكدوا على هذا الاستحقاق، ليؤكدوا على الإدلاء بأصواتهم، ليؤكدوا على أن استمرار الحرب ليس فقط القضاء على الإرهاب وليس فقط حرب 73 المجيدة التي ينتصر فيها الجيش المصري وأهالي شمال سيناء، ولكن أيضا استكمالا للقضاء على الإرهاب هو التنمية. وطالبهم أيضا من الرئيس القادم أيا كان المرشح الذي سيختارونه هي استمرار عمليات التنمية في القطاع الزراعي، خصوصا أن محافظة شمال سيناء أرضها يعني غنية حسب ما رأينا. نعم مجرد كريم بيبرس، صف لنا الأجواء بشمال سيناء، خاصة وسيناء ذات طبيعة خاصة، سواء في العائلات، سواء في الطباع، سواء من حيث المشاركة، دائما هم حريصون يكونوا في أول الصفوف تحديدا في أي استحقاق انتخابي. نعم بالفعل سيناء لها طبيعة خاصة، نتحدث عن يعني كتلة تصويتية تصل إلى 300 ألف من أهالي شمال سيناء. هذه الكتلة التصويتية لها بالطبع دور خاص، لأن كما ذكرت لكم منذ قليل هم يعني بالنسبة لهم هذا الاستحقاق الانتخابي ليس مجرد انتخابات أو ليس مجرد مشاركة سياسية يعني سطحية، ولكنها لها دائما دافع قومي ووطني. الدافع القومي هو التأكيد على أن الحفاظ على هذه الأرض عن طريق أبنائها وعدم التفريط في أي شبر من شبر محافظة شمال سيناء أو أرض سيناء بشكل عام هي عقيدة داخلية داخل الجيش المصري وداخل أهالي محافظة شمال سيناء. ولكن المميز والمختلف هذه المرة هو وجود الأطفال، أطفال ما بين الخمس سنوات والعشر سنوات. هؤلاء الأطفال لم يشهدوا خلال الفترات السابقة إلا جزء كبير من معاناة محاربة الإرهاب، معاناة يعني رؤية أهاليهم ورؤية الجيش في هذا التصدي الكبير للإرهاب الذي كان موجود في محافظة شمال سيناء. لذلك ما يشاهدوه يعني هذا اليوم هو يعني نقلة تاريخية بالنسبة لهم، وهو ما يطبع في أذهانهم للمستقبل. فتحدثت مع هؤلاء الأطفال ما بين 7 سنوات و10 سنوات وسألتهم في رأيهم عن رأيهم في هذه التحركات، وقلت لهم ماذا تريدون من الرئيس القادم أو ما هي مطالبكم. كل من هم من قال أنهم يريدون يعني
تحسين الأوضاع الاقتصادية عن طريق استدامة التنمية التي حدثت بالفعل والفرق ما بين 2018 وهذه الأيام بالضبط. والجزء الآخر أيضا بما أنها محافظة حدودية ونحن الآن في صدد ما يحدث من اعتداء غاشم على أشقاء فلسطين، أحدهم قال نصا يعني نحن نحب هذا المرشح بعينه لأنه يساعد الأخوة الأشقاء في فلسطين. لذلك هي الموضوع هنا قومية وطنية يعني تخص الأرض وتخص الاستدامة وتخص أيضا المستقبل الخاص بهؤلاء الأطفال. هذه نقطة. النقطة الأخرى أيضا شيوخ وقبائل سيناء عانوا الكثير خلال الفترات الماضية، ولكن بعد التطوير الأخير الذي حدث على الأراضي هم يعني من وجهة نظرهم أن استمرار هذا يعني هذه التنمية واستمرار هذا التطوير في عدد كبير من القطاعات يأتي عن طريق الاستقرار واختيار المرشح الأنسب لهم. لذلك نزولهم ليس فقط مجرد نزول ولكن لاختيار الأنسب وما يحقق مصالحهم كمواطن مصري. منها على سبيل المثال هناك بعض يعني الشباب الذين تحدثت معهم من وجهة نظرهم أن إيجاد فرص عمل أكثر من ما سبق هذا ما حدث خلال الفترة السابقة، لكن يريدون زيادة هذه الفرص العمل، إعطاء حق. تحدث مع أحد ذوي الهمم في حقيقة الأمر بالأمس وأنه كان يعني له إصابة معينة منذ صغره، وأنما تحدثت معه قال أنه يبحث الآن عن فرصة لفرصة عمل. هذه الفرصة يعني تحدث أنه يحاول الوصول بأي شكل من الأشكال لي وجهته لوزارة التضامن او وكيل وزاره التضامن الذين سمحوا بعدد كما ذكر هو يعني بنفسه انه تم بالفعل اتاحه بعض فرص العمل لبعض من اصدقائه وبعض من الاهالي من حولهم. لذلك يعني هو يامل فيما بعد ذلك ان يستمر مثله مثل اصحابه ان يجد هذه الفرصه فرصه العمل يعني ليعيش من وجهه نظره في ارضه الا يترك ارضه. هذه النقطه. النقطه الاخرى ايضا شيوخ وعواقل يعني شمال سيناء كانوا متواجدين بانفسهم في الشارع ليحفزوا الناس ليتحدثوا مع المواطنين ليحفزوهم على اهميه النزول والمشاركه السياسيه واختيار المرشح الانسب لهم. كانت هناك حملات بشكل عام ترويجيه للمشاركه السياسيه بشكل عام حتى قبل الانتخابات، نزلوا الى القرى، نزلوا الى الاماكن حتى الحدوديه البعيده من قرى رفح والشيخ زويد وتحدثوا مع الأهالي عن أهمية النزول للانتخابات، نزلوا أيضا إلى الأسواق، نزلوا إلى كانت هذه أيضا ضمن مجهودات الدولة بشكل عام، نزلوا أيضا إلى الشارع، نزلوا إلى الشباب، حتى المتطوعين الذين شاركوا من قبل أو كانوا متواجدين هنا ليشاركوا في يعني إيصال هذه المساعدات الإغاثية إلى الأشقاء في فلسطين أيضا كان لهم دور هنا وقاموا بمساعدة يعني المواطنين أمام كل لجنة تم توزيع هؤلاء المتطوعين أمام اللجان ليجلسوا أمام كل لجنة في خيمة من الخيام لتأتي هذه الفرصة ليساعدوا المواطنين عن طريق إما توجيههم إلى اللجنة الخاصة بهم أو تسهيل عليهم الإجراءات بمجرد رؤية البطاقة الرقم القومي وتيسير عليهم وتوجيههم إلى الطريق الأنسب والأسهل إلى إما إلى اللجنة الخاصة بهم أو كيفية اختيار المرشح الأنسب بدون توجيه أي من المرشحين، ولكن أيضا مساعدتهم على أهمية الاختيار من أربعة مرشحين ألا يعني يدلي بصوته بطريقة لا تبطل صوته حتى لا يبطل صوته بدون قصد. كل هذه يعني الإجراءات تحدث على أرض شمال سيناء، ولكن أيضا يعني ربما وزارة الصحة كان لها دور. سيارات الإسعاف متواجدة أمام اللجان، فرصدنا أمام كل لجنة هناك سيارة إسعاف متواجدة للتعامل مع أي طارئ لا قدر الله من الممكن يحدث إما للناخبين أو حتى لأعضاء اللجان أو المستشارين أو أيا كان، فهي متواجدة طوال الوقت. هذه نقطة. من النقاط الهامة أيضا هو استحاب الأهالي لأطفالهم بينما يأتون إلى اللجان للإدلاء بأصواتهم، كانت هذه من النقاط الهامة. هناك الأطفال يعني متواجدين من حول ليس يدلوا بأصواتهم ولكن حتى يعني المشاركة بشكل عام وسط أهاليهم كما ذكرت لتطبع هذه الصورة الذهنية عن أهمية المشاركة السياسية. هناك العديد من الأطفال الذين كانوا يرفعون الأعلام المصرية، الأهالي كانوا يرفعون الأعلام المصرية يؤكدون على أن دورهم هام، يؤكدون على أن وجودهم في هذا الاستحقاق هام. نعم. يؤكدون على أن الاختيار الأنسب لهم هو ما يمثلهم في الفترة القادمة للفترة الرئاسية بداية تبدأ في 2024. كريم بيبرس، وبكل تأكيد للحديث بقية خلال التغطية في كل دقيقة. كريم بيبرس من شمال سيناء، كل التحية لأهالينا بسيناء، سيناء الحبيبة وسيناء دائما في القلب، وأيضا كل التحية لكل المواطنين المصريين في كل مكان.